والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شباب؟ عاملين ايه؟ منورين كالعادة قناة المكتبة. وحشونا جدا، بقينا بنتأخر شوية في الفيديوهات، يعني نظرا لشوية انشغالات كده بنعتذر لو احنا مقصرين في الريفيوهات والفيديوهات اللي احنا بنعملها. لكن النهاردة معانا حاجة غريبة ومنتج بيه فكرة جديدة أول مرة أشوفها، قلت ما أشارككم معايا التجربة دي. فتعالوا نبدأ الفيديو ونشوف ايربود ده هيقدم لنا ايه. فيلا بينا. معانا النهارده الايربود الاف موديل، لقيته متوفر في السوق وانا بتسوق. في فكره خلتني اتشد ليه واشتريه. في العاده ما بحبش اشتري ايربود كتير عشان خاطر كلهم بيقدموا ماتيريال وكواليتي قريبه قوي من بعض، لكن لما يكون في حاجه فيها فكره. كنا عملنا قبل كده ايربود بينزل تحت الميه وتقدر تعوم بيه، هتلاقي الفيديو بتاع موجود لايف وانت عايز تتفرج عليه. النهارده معانا ايربود فيه فكره برده، تعال نشوفها مع بعض ونشوف ايه الفكره دي الاول. بس خلينا نبدا الفيديو بالانبوكسنج ومحتويات العلبه. الانبوكسنج عندنا هنا العلبه الشكل اللي احنا شايفينه دوت، الموديل بتاع الايربود اف 28 زي ما احنا شايفينه. هنا اللون ده الشكل بتاع الايربود، باين طبعا التفاصيل اللي فيه، بس خليني اوريها لك عملي. في جنبنا شويه ديتيلز عن او تفاصيل تقنيه او مواصفات التقنيه عن الايربود، الموديل بتاعه والوقت للشحن وبيقعد قد ايه استخدام من ساعتين اهوت لاربع ساعات. مكتوب ان هو بلوتوث فيرجن 5.0، مكتوب كمان ان هو تقدر تتوصله على مسافه 12 متر، تقدر تتكلم من الايربود على لمده 5 ساعات. كمان مكتوب ان هو بيتشحن بشاحن 5 فولت او 1 امبير، يعني زي الساعات كده بتشحنه على كمبيوتر او باور بانك. هنا نفس المواصفات التقنيه بس بالصيني، وبرده عندنا هنا شويه ديتيلز ما لهاش اي اهميه. نفتح البوكس بالشكل ده، عندنا هنا الموديل، وبعد كده عندنا بقى ادي الايربود معانا. هنا برده كتالوج، اعتقد مش هيبقى فيه معلومات زياده عن اللي موجوده بره العلبه. وادي الايربود، واخر حاجه عندنا كابل الشاحن. كابل الشاحن من نوع التايب سي العادي جدا، تقدر تلاقيه معاك او تقدر تلاقيه بسهوله. واخر حاجه عندنا الايربود. ده الايربود اللي معانا، وبيجي عريض شويه عن اي ايربود عادي، لكن طبيعي يعني مش هتحس ان هو عريض قوي. مش اي تفاصيل خالص، هنا المفصله بتاعه الفتحه، وعندنا هنا مخرج الشحن بتاع التايب سي بتاع الايربود. نفتح بقى الايربود سوا، وهنا بقى تبدا تظهر المفاجآت. عندنا الايربود في البوكس الداخلي بتاعه في بطاريتين اضافيتين، وعندنا كمان ادي السماعتين. ودي اقوى ميزه عندنا في الايربود، ان انت عندك بطاريات اضافيه تقدر ان انت تفك البطاريه بمنتهى السهوله، تحطها تتشحن وما تشحنش السماعه، تاخد السماعه المشحونه مباشره. الصراحه يعني الجماعه الصينيين بيهبلونا مع الوقت، يعني انت بقى خلاص السماعه دي فصلت منك يا ريس، حط البطاريه تتشحن في البوكس تمام وبس يا ريس، استخدم الايربود على طول، ما تحطوش يتشحن نهائي، افضل اسمع في الايربود ليل ونهار ونهار وليل. اشحن 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 بس البطاريه، شيل البطاريه حطها في الايربود، والبطاريه اللي في الايربود اللي فضت حطها تتشحن. يعني معلش ناخد حضرتك 10 ثواني عشان بس تغير البطاريه بتاعه الايربود وتفصل ودنك من اللي انت بتسمعه. بصراحه اوبشن مبهر، اوبشن جميل جدا، اوبشن فعلا يخليك تشتري المنتج ده كنوع من انواع الاضافه لتكنولوجي مختلفه عندك، يعني اللي هو يبقى عندك ايربود بتغير فيه. طيب خلصنا الانبهار بالاوبشن بتاع الايربود، او هو ايه الاوبشن المميزه او ايه الحاجه المختلفه اللي بيقدمها لنا الايربود اللي هو الاف 68 اللي معانا النهارده. طيب نتكلم بقى عن تجربه الاستخدام بتاعه الايربود. فخلينا نبدا لك تجربه الاستخدام الاول بالكونكشن بتاع الايربود. كونكشن الايربود شغال كويس جدا وبيربط مع الموبايل، مجرد ما بتخرج الساعه، مجرد ما بتخرج الايربود من البوكس بتلاقيه ربط مباشره مع الموبايل. عندنا هنا البوكس فيه زي لمط كده بتعرفك ان هي بتشحن حاليا الايربود، مجرد ما اللمط دي بتثبت بشكل كامل تعرف ان الايربود خلاص شحن. ده بالنسبه للمط، طول ما الايربود جوه هو والبطاريات على طول بتشحن. بالنسبه لاستخدام الصوت معايا، فكان تجربه الصوت حلوه جدا، البيس كان عالي، البيت واطي. يعني لو انت بتسمع صوت الضمه اللي هي الضمه اللي هي بوم بوم دي هتلاقيها صوتها واطي، لكن صوت البيس بتاع السماعه عالي وواضح وكويس. بالنسبه للمكالمات كانت كويسه، ما كانش فيها اي مشاكل. فطبعا في الدوشه مش هتلاقي الصوت واضح، فمحتاج ان انت تكون بتتكلم في عربيه تكون الصوت واطي، ما تبقاش ابدا في الشارع او حواليك دوشه. بالنسبه لتجربتي مع البطاريه، فالبطاريه فضلت استخدمها من ساعه ونص لساعتين، فضلت البس الايربود من ساعه ونص لساعتين، كانت تجربه استماع بسمع ساوند، ده الوقت اللي قعدت معايا في البطاريه، وكانت البطاريه كويسه جدا. عندنا هنا الايربود بيشتغل بالتاتش، ضغطه واحده بتعمل بتوقف الساوند، وضغطه ثانيه بتشغل الساوند، نفس الكلام في السماعتين. عندنا ثلاث ضغطات بتجيب الساوند اللي بعد كده، وثلاث ضغطات بتجيب الساوند اللي قبل كده.
كده او بترجع الساوند اللي شغال. لا عندنا لما بنخلع السماعه من ودننا الصوت ما بيفصلش طبعا، السماعه ما فيش فيها سنسور الفصل في رينج السعر ده، لكن مجرد ما انت بتحط الايربود في البوكس هو بيفصل الساوند اللي شغال على طول. مره تانية بالنسبه لتجربه المكالمات كانت تجربه كويسه، ما كانش فيها اي مشاكل، طبعا الصوت مش احسن حاجه لكن كان الصوت كويس ومسموع ومقبول وانا في الشارع، لكن ما فيش دوشه. تاني مره لكن لو في دوشه اعتقد هتبقى التجربه، لان الصوت كان واطي شويه، محتاج ان انت تكون بتتكلم في مكان ده عشان تقدر تسمع. دي بالنسبه لتجربتي مع الايربود الاف 68. تجربه مميزه لمنتج مميز قابلني وحبيت اشارككم معايا تجربته. لو انت عجبك الايربود متوفر في ستور المكتبه، تقدر تشتريه بمنتهى السهوله من خلال التواصل معانا على صفحتنا على الفيسبوك او على الواتساب مباشره. بكده كنت خلصت الريفيو الخاص بالايربود الاف 68، اتمنى ما اكونش طولت عليكم، واحنا في الايربود الاساسا ما بنطولش الحمد لله. اتمنى يكون الريفيو وضح لك كل حاجه تخص الايربود. بنعمل ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه، ولو عجبك ادينا لايك الجميل. واحب افكرك ان احنا عاملين جيف اوي حلوه جدا، لما نوصل ل 20000 سبسكرايب هتكون لمنتجات من المنتجات اللي احنا بنعمل لها ريفيو. ما تنساش تخش تشترك في الجيف اوي عشان تكون واحد من 10 محظوظين هيكسبوا 10 من المنتجات اللي احنا بنعمل لها ريفيو. لينك الجيف اوي هتلاقيه موجود في الديسكريبشن. في النهايه كان معكم محمد في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. We'll be right back.